الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يدوم العليا شعاره والمحبة غيته وغلا وداده في حياتك تسمى بحلى عبارة في حياتك تسمى بحلى عبارة تبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال أنا
أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي قال رب أنى يكون لي غلام. وين راحت؟ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم
كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من الرحمن ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وجعلناه مباركا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا دخل الوقت كم الأذان متى كان؟ شوف وين احنا؟ حجي الساعة متى الأذان كان؟ عشوة وإيش؟ شنو ربع الأذان؟ في هذه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا سدوا الفرج الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله اللهم تسلمك السلام لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لبيك مع إن شاء الله مع الحصان يعرضون قالوا إنه بخاطرهم للشباب اللي كانوا قبل شوي نايمين ما حضر يعني صباح حياتك اللي بيحضر معنا الحين ان شاء الله بيجون للهاوس بعدين يعرض شوي احصان بطل جمال ان شاء الله خلاص يلا ها لا لا غير غير تبع صباح حياتك لانه هو جاي الحين موجود يا محمود عاد والله الله بركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
لماذا سكت؟ هكذا ستقف أمام الله سبحانه وتعالى عندما تسأل ماذا قدمت في حياتك، فتتذكر قول الله سبحانه وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أنت إيش قدمت لحياتك؟ إذا كنت بادرت بالأعمال الصالحة، إذا كنت بادرت بالطاعات، إذا كنت بادرت بالأوقاف، إذا كنت بادرت بالصدقات، إذا كنت بادرت بكل شيء جميل في هذه الحياة، فستجاوب من دون أن يوقفك شيء. لكن إذا لم تقدم، إذا لم تبادر، إذا لم تركب مع الركب الذين بادروا بالأوقاف السابقة والذين بادروا بكل ما هو جميل في هذه الحياة وبكل ما هو سيثبت لهم في الدنيا وكذلك في الآخرة، هكذا سيكون جوابك. إما أن تسكت وإما أن تجيب، إما أن تأخذ كتابك بيدك اليمين وإما أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي. فأما من أوتي كتابه بيميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغني عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئ. فحتى لا تكون في هذا الموقف أمام الله سبحانه وتعالى وتسأل ماذا قدمت في حياتك فلا تجد أي جواب، نقول الآن الباب مفتوح لك، الآن الفرصة لديك، الآن هو الوقت الذي لن تندم عليه عندما تكون في قبرك أو تكون في حساب أمام الله سبحانه وتعالى. بادر الآن، بادر منذ هذه اللحظة في جميع السبل التي هيئت لك، ومن ضمنها وقف الأم الحنون الذي يخدم القرآن الكريم. هذا الوقف المصرح فيه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف صرح وهناك رقم وصك يبين تصريحه وكم هو سليم ولا يخدم إلا الأهداف النابية والسليمة، فيخدم القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته، يخدم الذين يخدمون كتاب الله عز وجل حتى تمشي جمعياتهم وتمشي مراكزهم لتخدم براعم الأطفال الذين يقرؤون ويتلون كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار. بادر الآن، تجد البرامج موجودة في التليفون أو الآن الأرقام موجودة أسفل الشاشة، أو تبحث في وسائل التواصل الاجتماعي وتكتب جمعية بصائر وقف الأم الحنون، ستجد كل ما هو مختص بهذا، أو اللي هو الأم الحنونة أو أم الحنونة أو كل الفاضل تلقاه، ستجد الأرقام موجودة. تبرع ولو بالقليل فإنه عند الله الكثير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين كلنا لو نفكر بالموضوع، يعني حملتنا أمنا 9 شهور وعانت آلام الحمل، وحملتنا في قلبها وحنا في قلبها العمر كله وبعقل والدنا. والله يا جماعة أكثر شخص ممكن يستاهل في الحياة أنك تقدم له أمك، وهذا الوقف للأم. وش زين العطاء إذا كان بالدنيا وبالآخرة، بهالدنيا وبعد ما تغادر هالدنيا هالحسنات تمشي لأمك، وترون أكثر شخص يعرف هالمعاناة اللي عانتها الأم هن الخوات، لأنهم جربوا المعاناة لذلك تلقاهم قريبات لأمهم. فوالله الأم تستاهل، وأنا إن شاء الله ظن بالله خير أن هذا الوقف بيكتمل بإذن الله، والله يقدرنا ويكتمل بإذن الله إحنا موجودين هنا. الله يجزاك خير يا ولاد. الله يحفظك.
نار يا اخي. يلا صباح خير، جيب جنه، كل الجنه خير ورزق، مو بيجيب العذاب. الله يكفينا شرك، ترى صاحي من النوم صلينا سبح ولا العقاب ولا. عطنا بالجنه يا اخي، خلنا تستانسون شوي عشان تحس مع الشمس اللي برا تذكير. خذوه فغلوه. الله يسعدك يا ايها الذين امنوا. خذ خليك على هذه، خليك على هذه، عطنا دي. اصبر خشمي. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يا اخي هذه تحفزك انك تعمل وتروح للجنة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هول يوم القيامة. أنا متى بتنقط دارت ناري النار طاري الطار طاري النار ايش في طاري النار؟ كيف طال النار؟ خذوه فغلوه ذم الجحيم. بقول ايش الناس اسحب. تبي الصدق؟ تبي الصدق؟ يا اخي على حسب المتلقي، اذا بياخذها شيء تحفيزي ولا اذا بياخذها شيء. سبحان الله. اي. اتصدق الكلمه جت مني سبحان الله شلون كذي؟ انت ما ساكت قلت ايش بقول؟ قلت ليش انا سكت؟
شد منه. سام يلا يلا ابشر، هنا ولا ورا؟ طيب صوت لاحمد يا محمد. يا محمد شباب احمد حيلي يا رحيلي. عدل يا محمد. فكها فك يلا. مسكها عندك. ما سحبته والله. ما لا لا هو بس عند اذنه هيج. والسلام محمد، ترى بيشغل الكاميرا الحين. يقول المنشفة معك. كم لكم مصالح هنا؟ لنا كم 78 يوم؟ او 79. ما شاء الله عندي عيالي هم اللي يعلموني، ولا ما عمري جالس عند تلفزيون نهائيا. كله تلفزيون انا وياه. كل خير وبركه بعد. ارش ترى محمد عنده بروتوكولات. اي عارف انا من يوم شفته يعني متاخر. ما انت متاخر ما عنده، لازم يمشي الكلام اللي هو يبغاه. بس الزهم احسن تكفى. ليه فواز؟ فواز احمد شغلونا الشير. يلا ترانا بدينا. بدون 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 مكياج وزين. لا لازم نجدد له مكياج على طول. منطقه ارش يا محمد. رش بس لا يتحرك. فواز فواز سعد فواز ما اسمع. ايه سعد سعد السبيعي وصالح الزهيري بيبدا. تبخر عشان لا يسجلوا علينا مخالفه. ممنوع تصويرهم يا محمود. هذول يجلسوا ثلاث شهور. ايه ثلاث شهور ما من هنا ابدا، وانت جالس ساعتين هنا وتقول لي طفشت. ما يطلع ولا يتصور ولا يكلم جوال. عبد المجيد كلم فواز وسعد. سعد فواز تعال تعال تعال. يلا تكفى يا ابو حميد يلا. انا بلشي معهم الحين عشان الفقره. اي والله ما معي وقت ابد. يلا تكفى يلا. بس بس صوت.
قال عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. اسلم يا ابو سعود، عندك المايك. هم بدأوا الحين يصورون؟ ان شاء الله انه بدأ. لا هذا وليد تعبان. الله يحييكم. اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، تشرفنا بكم يا شباب. والله ان كنا ماشيين بس قال لي الشباب ما هم موجودين، قلنا نجلس ما عندنا مشكله. طبعا الحصان هذا فيه جميع الصفات اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام. يقول عليه الصلاه والسلام: خير الخيل الادهم، اللي هو اللي لونه اسود، الاقرح اللي هو البياض اللي في الجبهه فوق، هذا البياض، هذا القرحه، الرثمه، ارفع محمد الراس، الرثمه اللي هي البياض اللي في الشفه العليا، هذه محجل الثلاث مطلق اليد اليمنى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محد يعني شوف، ثلاث رجلين فيها تحجيلات وواحدة ما فيها شيء. ايه فهذه جميع الصفات اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام. بالاضافه الى ان ابوه بطل العالم في جمال الخيل العربيه اللي هو السبرادو. اي نعم ما شاء الله. اخته الشقيقه ايضا بطله العالم 2009 اسمها هاي بيبي. ما شاء الله تبارك الله. هذا نقدر نركبه؟ هو يركب لكن السرج في السياره، ولا اذا ما عندنا مشكله احنا جايبين عدتنا كلها. ترى انا ما شاء الله عليه، ترى انا خيال مو معي سرج. طبعا ما شاء الله. طبعا ابو سعود قال لنا الصباح انه شارك. هو شارك عند المشاركات عند محمد، هو مدرب الجمال وهو مدربه من يوم عمره 3 أشهر. عند ابو حميد اجى، خلنا اقرب له المايك لانه سمي. ابو حميد تفضل. الله يزيد فضلك ويسعدك. هذا شارك بطولات، اخر بطوله شارك فيها حقق 90 درجة فاصلة 50%. ما شاء الله. طبعا الخيل المصريه بيورلا هذه لها بطولات خاصه فيها وتختلف عن البطولات حقت الخيل المكس، لكن هذا ما شاء الله على داخل بطوله خيل المكس وحقق هذه الدرجه. فما هو بالسهل اي حصان يحققها، يعني اي حصان خيل مصري بيور يحقق قدام المكس هذا. في لك محمد ولا اقطع كلامك، فهمهم المكس وبيور عشان تستمر بالشرح. طيب بيور اللي هو يجيك خط صافي، مثلا مصري بيور يعني الام خطها مصري صافي والاب خطه مصري صافي، اما الدماء المكس اللي هي مختلطه، يعني في دم روسي، فيه دم مصري، فيه دم عربي. طبعا هذه كلها خيل عربيه، لكن اللي يقول خط روسي يعني خيل راحت الى الى روسيا وانتجت هناك، فيسمى الخط خط روسي. طيب ما السؤال، لاحظت شيء غريب اللي هو لون الوجه، يعني في شيء حاطين شيء ولا وش هذا؟ هذا مكياج، هذا يسمونه خيل الجمال، دائما تحلق تبرز جمال الخيل. يعني نحلق من فوق العين شويه ونحلق من الجبهه بحيث انه يعني نزيد جمال الخيل. ما شاء الله دمع الخيل العربية جميله، لكن احلاقه تبين جماله وتبين مفاتنه اكثر. اللمعه هذه، هي اللمعه هذه مكياج. افا حتى خيل مكياج واغلى من مكياج حريم على قولة ابو سعود. لنا حاطين بلاشر، هذا بلاشر صح؟ طبعا الحين بيوريكم كل شيء انتم، بس اي سؤال بخاطركم قبل لا تبدا الشيله. هو ما شاء الله ما شاء الله. طبعا المالك الشيله ما قلنا لهم عنها، الشيله طبعا احنا العام سوينا مسابقه افضل قصيده تقال في الحصان هذا له جائزه مهر مصري بيور ما شاء الله، فجاتنا تقريبا 100 قصيده والله احترنا من اللي يفوز واعطيناها لعده شعراء وشكلنا لجنه، المهم من فضل الله فاز بها الشاعر ماجد النمري، قصيده جميله جدا وان شاء الله راح تشال قريب. بعدين عاد القصيده اللي الان راح تسمعونها من الشاعر موسى الضمين العنزي ومشاهد عبد الكريم الحربي. طبعا ما نزلناها الا اليوم في قناتنا في اليوتيوب، كنا ناويين ناخر لكن مع الدخول نزلت اليوم في قناتنا. يعني ما شاء الله. اي والله ما شاء الله. لنا الشرف والله يا ابو سعود. الله يشرف مقدارك ويجزاك خير. يلا ابو حميد خذ راحك. شيل تكفوني الربع. ابو سعود طبعا اسطبلوا بالمدينه وعنده هنا بالرياض واسطبل في المدينه بدر. مربط بدر للخيل العربي، مربط بدر للخيل العربي، وفي الرياض اعتبروه مربط، يعني اللي هو مربط حمول الخيل في الجنادريه، عندهم تدريب وعندهم اي شيء يحتاجه الخيل عندهم. طبعا المدرب محمود هذا هو معنا موجود. كفو والله. هات القلم يا صاحبي شافة العين، شين يا خلي مبدع الوصف محتار، يعزف على بالي من الشعر تلحين، في روضي وصف مبتلي ورد وزهار، ساعة
سمعت قول الرجال الحكمين إن الحرار انعقبت جابت أحرار واليوم يا شعري على الخيل نوين ناصف أصيل النادر ضمن الدار يملكه مربط بالأصايل غنيين مربط على جمع الأصايل به إصرار مربط بدر سابق على الناس بالزين وفعل الخيول الطاغية صبح وجهار واللي جعل بالشعر يا ناس صفين صعب نوصف القصيدة شهر يار يا شهر يار البدر نلتني يا شيك أن النبي خصك بقوله بالأثار أدهم وأقرح أرثمن مطلق مين أحجل ثلاث أقدام وأخطاه كالنار ما كنه إلا قايد بالميادين اليا حضر غبوا عن الشوف حضار يبرز لحالك أن غير خفيين الله يصونه عن عيون بهضرار اليا خطا يا طاع على الأرض بلير يا طاع على طرف تقل شاف مسمار واليام شافتنا على نظرة العين واليا خطا جرمة قل نحت فخار واليا وقف رسمه بريشة خبرين تذهل لها العالم وخاطف لها الأبصار وذان ذب شده سامع شين يبغى العشاء من قبل تفضح الأنوار ومشاول بالذيل يعني كلامين أنا البطولة والبطولة لي أحكام إحصاني في وصفة تولف دواوين يحمل رسالة في زمان شهريار إحصاني في وصفة تولف دواوين يحمل رسالة في زمان شهريار هنا. محمد صلح النازل من هنا زيادة هات القلم يا صاحبي شافة العين شيئا يخلي مبدع خلص وتغدى يعزف على بالي من الشعر تلحين في روضي وصف مبتلي ورد اسمه شهريار بدر شاعر ماجد لا هذه ايش رايك ندخل معنا طبعا قرار هذه اي والله ما شاء الله جيت المركز الاول مرتين يلا روح ايوه الخيال وليد عين ايروس طيب ما شاء الله تكثر في الصوت مربط بدر سابق على الناس بالزين وفعل الخيول الطاغية صبح وجهار واللي جعل بالشعر يا ناس صفين صعب نوصف القصيدة شهريار يا شهريار البدر نلتني يا شيك أن النبي خصك بقوله بالأثار أدهم وأقرح أرثمن مطلق مين أحجل ثلاث أقدام وأخطاه كالنار ما كنه إلا قايد بالميادين اليا حضر غبوا عن الشوف حضار يبرز لحالك أن غير خفيين الله يصونه عن عيون بهضرار اليا خطا يا طاع على الارض بلير يا طاع على طرف تقل شاف مسمار واليا مشافتنا على نظرة العين واليا
خطا جرمه تقل نحت فخار واليا وقف رسمه بريشة خبرين تذهل لها العالم وخاطف لا الأبصار وذاني ذب شده سامع شين يبغى العشاء من قبل تفضح الأنوار ومشاولن بالذيل يعني كلامين أنا البطولة والبطولة لي أحكام إحصاني في وصفة تولف دواوين يحمل رسالة في زمان شهر أيام إحصاني في وصفة تولف دواوين يحمل رسالة في زمان شهر أيام الله يستر عليكم ان شاء الله انت بنت عشان اصبر 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 شوي 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 لا تفك ولا تفك الحين ايش تسوي يا الحبيب هادي هادي لا تخاف لا تخاف بلشت تعال سعد وقف يلا يلا ها وش متحرم تحل الباب استني بلا اصبر الحين لو اسوي خرخ وخرخ أصل لو بجرب أرفع هذه بخر ما أدري أرفع يدك اليسار واليمين ها كي كذا دورة سريعة أرفع فوق أرفع فوق يدك اليسار أرفع يدك اليسار ها ما شاء الله ايش رايك نسولف معك شوي ايه بدي اسمعك برد عليك والله تبون عرض تبون عرض سريع تبون عرض سريع كيف؟ ما شاء الله يا ابو سعود عسى الله يطرح بها بركه يا رب خليني اعلمك انا كسبت خبره شوي شوف كسبت خبره شوف ابد ترى زي ما قلت لك افراسك يا بعد راسي والله يا ابو سعود عارف ايش اللي عندك لا زمان مطلق يمين احجل ثلاثه قدام وراه الكرباج من اخطر عشانك تجيبوا كذا شطف على وجهه صح؟ سيدي خاف الخيل واجفل طبعا ترى وبعد خايف من الماء الحين مو عندنا حصان هذه عاقل ما عندها مع انه ترى فحل ولق بس الحمد لله الله سخر لها يا طاع على طرافة قل شاف مسمار واليام شافتنا على نظرة العين واليا خطا جرمة قل نحت فخار واليا وقف رسمه بريشة خبرين تذهل لها العالم وخاطف لا الأبصار وذاني ذب شده سامع شين يبغى العشاء من قبل تفضح الأنوار ومشاول بالذيل يعني كلامين ايش أفضل يعني المنطقة اللي يرتاح لها الخيل لما تمسك فيها المنطقة هذه يرتاح الخيل للشخص يعني الناس يا طيب لو تلمس اي مكان ما يقدر يوصل له فمه ولا يده يرتاح له انت لما تحك له المناطق اللي ما يقدر يوصلها يرتاح له يرتاح للشخص نفسه قصدي اي خلاص هو يبغاك هو يدور اي شيء يحك فيه جدار او شيء فانت لما تجي تساعده الله يجزاك خير يا عم محمود اول شيء الله يجزاك خير يا ابو حميد ترى ابو حميد احمد الرحيل المدرب ما شاء الله له 3 سنين وطبعا هالمهر ها الحصان ده معمنا يوم عمره كم 4 شهور قلت لي او 3 شهور ما شاء الله وتدريب وشوف ما عرف الا معه حنا لو نسوي ما نسوي ما احنا في جيبين ما شاء الله و المالك ما شاء الله المالك ما شاء الله بدر علي اللي هو بسعود عز الله انه ما قصر وانا والله اني اسف اني احرجتكم لا والله وجبتكم بهالوقت الظهر وتعبنا يمكن احصان تو هاكل انا شايفه وهو ياكل لكن باذن الله احنا لا نلقى ان شاء الله بعد البرنامج الله انا وعيال كلنا ابد الله يحييكم حياه عندك فخمه يا ابو ها الحياه عندك فخمه يستاهل ذيبان كفو والله السلام ورحمه الله وبركاته صوت بدون ازعاج يا شباب ايش بك
أقول الصوت بدون إزعاج، يعني سولف كذا، لأن فيه هنا أنيس نايم يا أبوي. خلاص ترى هذا السكن حقي، وأنا مكاني هنا ترى، خلاص اكتشفت. سلام، الصوت بدون ازعاج. وش اللي الصوت بدون ازعاج؟ تعرف اللي ما يفهمونهم ليه؟ ارجو عدم الازعاج. نفس الفكره، فيه شعب هنا حاب يرتاح يعني. امانه ارنب ايه ارنب ايش فيه؟ وش تضحك؟ ليش؟ ارنبك حاط له ال ها؟ الصوت بدون الازعاج على والله صدق. ليش قلبك كذا انت يا فواز؟ بينام. ليش قلبك كذا؟ بينام الحين. طيب تبي تبدا مع اثنين هنا؟ خلوا يقير قبل يجون. ياخذ له قهوه. الله يا محمود. احد يبي قهوه يا شباب؟ متى انت اليوم انت؟ والله ما نام دعسه واحده. صحه وعالية. انا صحيت مرتين. إذا ما لي دخل فيك أنا، مو صحيتك. يا أخي خلاص أنت تحسب إني أفكر. قهوة. أنا أنام علشان أبي أمي ما تسمع. قهوة يا فواز. بس يبعدي. محسن. عبد الله. أبي إيه والله. مع إني والله أحس تبدي بس والله لا أشرب معك. خلي بيجيك والله. سلمت. إيه إيش دخل أمك بالموضوع؟ محسن قهوة؟ بس يعطيك العافية. يا ما شاء الله الخيل اللي جايبينها إيجابية؟ أقول يا جمال الخيل. يقول تمر حقنا. حقنا. صارت إزعاج. آخذين الثانية. أيوه. فهمت؟ أنا شفت يقول حقنا. سواء إذا خير ما قصر نسيت أنا. الحمد لله إنه أمن. أنا نسيت. ها؟ من هو؟ ما شفته والله بس إنه. ها؟ القياس مرة لا القياس مرة غلط اي والله الخيل تعب عشان لين وصل 600,000 لا بس يا اخي ما شاء الله يا الجمال ترى تفرق زيت زيت حاطين للخيل مكياج زيت مكياج كريمات كمان كريمات بودرة وبخاخ هذا حصان في عندهم هم حصان نفس الكريمات بس رجحنية بس تستهبل الكريمات والله زيت شوف الكيس حقه في زيت وفي بخاخ لمعة وفي مدري ايش لازم تصلى نظيف تحط له زيت حق التان جو حار استغل الشمس من جد بيدخل صحيا مفيد شخص صحيا مفيد عشان يلمع مين الله اكبر يا الله من جد اهلا يا مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحييك يا اخي ما شاء الله تبارك الله يزين النوم انت من عقب ما بديت تسهر امورك من ذاك الزود لا سهرنا بس والله ما حد لنا حشرك يا ابو كسرنا الروتين انا ايام انا صرت انام وصار يسهر سبحان الله قبل انا اسهر و... استلم الشفت شفت الان بتشوف انت وياه بالدفتر علمك شفت ايش دفتره؟ هلا بعيال عرفتوا؟ محمد لا يا اخي مو بهالدرجة عاد ناظر الوجه وش اللي مو بهالدرجة؟ وش اللي مو بهالدرجة؟ شوي محسن وياك يا لا 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 ليه؟
لا ما اخصم علي اذا ما سويت شيء. خليه يخصم. يحطونك عريف بالفصل. اللي غلط يخصم عليه. ايه لو غلط عادي يخصم عليه. لا بس رجال حق مسؤوليه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. حق مسؤوليه. صدق. ايه بس اقول لك يعني لو غلط عادي. اذا حمل المسؤوليه بيكون قد. عادي استر قوي الثانيه. ما في. سيده. انا شو اقول لك حق مسؤوليه. والله صحن. ها؟ قاعد تركز فيها تقول مثل الصحن. الصحة حسب تقول الصحن يعني ما عندنا حلو والله يطافكم تمرينات قام يمرن الخير سعد الكلثم تو يا مرحبا المدرب بغى يسحب نفسه فاتكم يا الربع وقفتك بغى يقطع المدرب بغى يقطع شهادة خيال يوم شافني ماسك الخيل عرفت بغى يعتزل بغى يقطع شهايده بس مسكني جلس يبكي وراح يغرق نفسه بالمسبح شافني والله بغى يقطع جلده ايوه من القهر انه شاف أيه. واحد مثلي ما شاء الله في انا تدري انا مش انا ولدتني امي أيوة. زين قم قم وانا اقول كذا طق طق لا اعطها المشي حقتك ولدت ولدتك امك وانت تسوي ولدتني امي وانا معي سرج طالع عمرك يوم ولدتني قاعد اقول ميد السيستر وين السرج وين من قوه ما انا على قولتهم انت ولدت وانت معك سرج ولا ولدت وانت لا ولدتني وقلت لها ميد السيستر وين السرج ايوه كم السيستر تهادت الشمس عقب السلطنة والغرور ملت وصدت وراحت من نحر ضيفها صدت منها مثل صدت طوال الشذور من كلمة الزايف اللي مطربه زيفها تعالي اللي حضورك يخرج من الحضور مثل ما تخرج ذرورا اركب الشعور وظروفنا اللي شتاها حر من صيفها أهم حاجة محبتنا وباقي الأمور زانت تزين وما زانت بكيفها تهادت الشمس عقب السلطنة والغرور ملت وصدت وراحت من نحر ضيفها صدت منها صدت طوال الشذور من كلمة الزايف اللي مطربه زيفها تعالي اللي حضورك يخرج من الحضور مثل ما تخرج ذهورا الأرض من ريفها تعالي اللي حضورك يخرج من الحضور مثل ما تخرج وعيونك اللي سهمها حد من سيفها يحزنك هاجس الفرق وركبت الشعور ظروفنا اللي شتها
الشعور وظروفنا اللي شتاها حر من صيفها.